بكم مشاهدينا الكرام في فقرة مراسلون والتي تخصص مساحتها اليوم للحديث عن الأزمة التي تمر بها شركة سيرت لإنتاج النفط والغاز. لتوضيح هذه أسباب هذه الأزمة معنا عبر الخط الهاتفي السيد محمد أحمد عوض عضو لجنة إدارة شركة سيرت لإنتاج النفط والغاز. أستاذ محمد أهلا بك في برنامج موطني. يا مرحبتين وكل سنة وانتم طيبين ومزيدا من التعلق لقناتكم الموقع. شكرا لك، نتمنى ذلك بإذن الله. سيد محمد، ما سبب هذه الأزمة أو حدثنا عن هذه الأزمة التي تضاربت حولها الأنباء؟ الحقيقة شركة سيرت طبعا كما هو معروف هي من الشركات اللي لفت النداء منذ البداية لتشغيل قطاع شركة سيرت من الأيام الأولى بعد أيام الثورة. نعم. وكانت الأمور ماشية في الإطار الصحيح، ولكن في الفترة الأخيرة سنة 2015 تم في تعطيل لتسييس مرتبات المستخدمين، وطلب منا مركز التوثيق في إدارة المعلومات والتوثيق في وزارة المالية، طلبوا منا الرقم الوطني، زودناها في شهر 4 بالرقم الوطني، ولكن للأسف الشديد من شهر 3 في 2015 مرتبات شركة سيرت وهي أول مرة تسجل التأخير الذي لم يحدث في ويعتبر سابقا الحقيقة في شركة سيرت. طيب بعثنا كل المتطلبات لإدارة التوثيق، ثم وصلنا للمرحلة الأخيرة اللي هي في شهر 8 أن إدارة التوثيق قابلت بكل التعديلات والتسويات وأحالت الأوراق إلى مصرف ليبيا المركزي بعد اعتمادها من ديوان المحاسبة، أحالتها لمصرف ليبيا المركزي. نعم. لصرف المرتبات وتسجيل المبالغ لمرتبات شركة سيرت. للأسف الشديد أنا نقولها الآن، وللأسف الشديد أن مصرف ليبيا المركزي إلى الآن لم يعي المشكلة التي تعاني منها شركة سيرت. فشركة سيرت تقول الأخوة اللي في مصرف ليبيا المركزي رغم مستخدميها يطالبوا بحقوقهم، هم لا يتوسلون ولا يستجدون في أحد. هذا حق أساسي، مش معقولة شركة سيرت تبقى أو لمدة أكثر من 3 أو 4 أشهر بدون مرتبات. الآن مستخدمي شركة سيرت في شهر 12 لم يستلموا مرتبات من حتى الآن. نعم. هذا الوضع حقيقة نخشى أن يتطور وترتب عليه مشاكل من قبل المستخدمين. نأمل من الجهة المسؤولة وهي مصرف ليبيا المركز، بل لا نأمل بس، بل نحملها المسؤولية لهذا التأخير وما يترتب عليه من أي أشياء، خاصة بأن هذا المبلغ يخص مرتبات المستخدمين. وكما قلت أن شركة سيرت لإنتاج وتصنيع النفط هي شركة متنوعة النشاطات، تنتج في الغاز وتشغل بخط الغاز اللي يغذي في الكهرباء من غرب ليبيا الى شرقها، كل محطات الكهرباء في ليبيا الاشراف عليها من قبل شركه سيرت، اشراف تغذيه الغاز على الخطوط، وكذلك انتاج الغاز من حفلي الاستقلال وحفل الساحل وكل الحقول الموجوده. شركه سيرت من عام 2011 وهي تنتج النفط، تنتج في الميثانول المنتجات النفطيه بانواعها، ولكن للاسف الشديد المسؤولين في الدولة لم يلتفتوا إلى هذه الشركة. المستخدمين قالوا على أنفسهم أن لا يمكن أن تتوقف هذه الشركة، حفاظا على الكهرباء على مستوى ليبيا وحفاظا على سمعة هذه الشركة. ولكن أن يصل الأمر إلى مرتبات المستخدمين، فإن لجنة الإدارة ورئيسها ومستخدمي الشركة يرفضوا هذا التعامل مع هذه الشركة بهذه الطريقة. طيب زي ما قلت الى الان. طيب. الشركه الوحيده اللي ما توقفتش. طيب. ولا سببت في اعتصامات. طيب. ولا سببت في مشاكل للدوله. طيب باشمهندس. الكهرباء. طيب باشمهندس محمد حميده عضو اللجنه الاداريه بالشركه، انا ما قطعتكش وخليتك الوقت كامل ودونت عده ملاحظات. قلت لي تمت احاله ويلكم، قلت لي تمت احاله المرتبات لمصرف ليبيا المركزي، وقلت لي العديد من الصراحه من النقاط دونتها. هنا حاب نسألك، منذ متى ولم يتقاضى موظفو شركة سيرت للنفط والغاز مرتباتهم؟ نقطة نقطة. منذ نحن طبعا تأخرا في الفترة، كان يتأخرا 3 شهور، لكن احنا نقدر نقول تو شهر 12 ما تحصلناش عليه. يعني شهر 12 2015. وشهر 8. نعم. ايه يعني شهرين وخشين في الثالث الموظفين ما خدوش مرتباتهم.
بالضبط شهر 2015 تمام وشهر 1 وشهر 2 وتو احنا بادئين في شهر 3 تمام 3 شهور يعني اوكي طيب ما الذي يترتب عليه تاخير هذه المرتبات؟ تاخير هذه المرتبات طبعا انت كل المستخدمين في الشركه لهم ارتباطات ولهم انت تعرف ان معظم المستخدمين بعضهم نازحين في اماكن اخرى ويدفعون في ايجارات ومرتبطين باشياء الحقيقه المطلوب الصعب جدا ان المستخدم ما يصلش راتبه في الوقت المحدد لان عندهم التزامات وهذه طيب. التزامات هو سؤال يفهم من شقين يا استاذ باشمهندس محمد نعم يا استاذ نعم يعني ما الذي تطالبونه يعني انتم شنو الازمه اللي تحدثتوا عليها وتواصلتوا على خطرها؟ نعم نحن نطالب ايه مصرف ليبيا المركزي سيد محافظ رئيس مصرف ليبيا المركزي نحن طبعا خطبنا المؤسسه الوطنيه للنفط تمام والسيد رئيس الجمعيه العموميه ورئيس مجلس الاداره في المؤسسه الوطنيه للنفط خاطب محافظ رئيس مصرف ليبيا المركزي برساله واضحه وصريحه وانه هو حمل بها المسؤوليه في التاخير وقد ما يترتب عليه خاصه ان هذه المبالغ تخص مرتبات المستخدمين. نحن حتى نحط في الصوره استاذ نبيل نحن مرتباتنا في حدود ال 220 مليون سنويا. اللي تم اعتماده لنا السنه 2015 197 مليون. ما تم تسييده 132 مليون، نحن بحاجه الى 65 مليون، احنا غطيناها ببنود اخرى لكن نحن لتسويلات المرتبات نحتاج الى 65 مليون هذه لازم المصرف ليبيا المركزي يسيلها للشركه وان الشركه ان شاء الله حتستمر والمستخدمين ولكن الظرف بدا حرج جدا والمستخدمين بدات نتيجه ظروفهم الصعبه جدا بداوا يفكروا بتفكير اخر قد نوصل الى مرحله طيب. يترتب عليها اشياء لا ان شاء الله ان شاء الله شوف هي كل شيء ولا لقمه العيش وان شاء الله راح نكون حنحاول باذن الله في تواصل بين المؤسسه الوطنيه للنفط ومصرف ليبيا المركزي بس في راح نرتب لحلقه تجمعها من زود باذن الله في القريب العاجل باش تحل مشكلتكم باذن الله انا نوعدك على الهواء مباشره بالتحضير لهذا الموضوع. طيب سؤال اخر قلت احن المرتبات لمصرف ليبيا المركزي احنا نسال ويسال بعض المشاهدين ان المرتبات شنو علاقه مصرف ليبيا المركزي بهذا الامر وامتى حلتم المرتبات لمصرف ليبيا المركزي وماذا كان الرد باختصار لو سمحت. حنختصر لك ان شاء الله القصه مفيدة لما في شهر بعد شهر 1 وشهر 2 سيلوا لنا بالكامل من شهر 3 طلبوا الرقم الوطني بعثنا الرقم الوطني طلعت فيه اشكاليه بسيطه بعثنا التصحيحات في شهر 7 شركه سيرس اوفت بكل الالتزامات من ناحيه تصحيح المعلومات لمركز التوثيق والمعلومات. تأخر مركز التوثيق والمعلومات في إحالة هذه الأوراق إلى ديوان المحاسبة ثم إلى مصرف ليبيا المركزي لا. ولكن منذ 3 أسابيع تم إحالتها لمصرف ليبيا المركزي لتسهيل المبالغ المرتبات. للأسف الشديد إلى الآن منذ 3 أو 4 أسابيع مصرف ليبيا المركزي لم يقم بتسهيل مرتبات مستخدمي شركة سرب. هذا ترتب عليها طبعا نتيجه عدم وجود ميزانيه ان نحن عجزنا على دفع مرتبات شركه سرد وزي ما قلت لك في البدايه استاذ نبيل ان شركه سرد او مستخدمي شركه سرد لا يتسولون الى احد بل هم يطالبون بحقوقهم التي فرضها التي حفظها لهم القانون وحفظتها لهم التشريعات النافذه في الدوله الليبيه. طيب هل هناك اي اضافه اخرى في ختام هذه المداخله؟ انا نحب ننوه لحاجه بسيطه اخرى ان في الطريق طبعا اهم شيء هو المرتبات الحقيقه وهذا سبب المداخله الرئيسيه. نحث مصرف ليبيا المركز على التعجيل بتسهيل مبالغ شركه سرت. وايضا عندنا حاجه بسيطه استاذ نبيل لو سمحت لي عندنا الطريق اللي خاص بشركه سرت من البريده الى 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 زلطن الى الحقول. هذا الطريق في الفترة الأخيرة بدأ يستخدم من شاحنات كبيرة تنقل الرخام وتنقل أشياء أخرى فالحقيقة الطريق تأثر جدا فنحن بالفعل أصدرنا تأمين بأن يتوقف النقل الشاحنات الثقيلة ما عدا الأدوية والغذاء هذا مش موجود لكن شركات اللي تنقل أشياء أخرى مثل الرخام أدت إلى تردي الطريق وبدأت الطريق خطيرة جدا فنحن خطبنا الجهات المختصه طيب. ونوه الشركات بان الشركه لا تسمح للشاحنات الكبيره التي لا تخص قطاع النفط
وذاك المسموح بنقل الأغذية. هذا طبعا مع تغلب الطريق بين الطريق بين بين طرابلس والمدينة. طيب يعني مهندس محمد حميده زي ما قلت لك قبل شويه نوعدك بنا في القريب العاجل باذن الله باذن الله راح تحل هذه الازمه وراح نجيب كل الاطراف لمناقشه هذا الموضوع، موضوع مهم جدا طبعا، ايقاف مرتبات الناس راح يحل باذن الله من خلال جمع الاطراف المعنيه بهذا الامر. شكرا لك سيد محمد حميده عضو لجنه اداره شركه سيرت لانتاج النفط والغاز، كنت معنا في اتصال هاتفي. مشاهدينا بعد الفاصل